هل الحجامة تفسد الصوم أم هي منسوخة؟ هذا في خلاف أهل العلم، منهم من أراها من رآها تبطل الصوم لحديث ترى الحاجم والمحجوم، ومنهم من رآها لا تبطل لحديث أنس وغيره أنهم كانوا لا يكفرونها إلا من أجل الضعف، واختلف العلماء في ذلك، والمشهور أنها تبطل الصوم وأن آخر الأمرين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبطل الصائم، ولكن الخلاف قائم فيها والحجة من الجانبين قوية، فالأولى بالمؤمن لا يتباعد عنها في هذا الصيام ويحتاط لدينه، ولا يحتجم إلا في الليل في أيام الصيام.